أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل التزلف للكافرين والرطانة معهم والإعجاب بمعاملتهم ومخترعاتهم وذكر عيوب المسلمين أمامهم هي من موالاة الكفار ومن محبتهم؟ نعم، هذا فيه شيء من مدح، هذا فيه شيء من مدح الكفار والإشادة بهم وتنقص المسلمين، هذا أمر لا يجوز. هذا أقل أحواله الكفر، أقل أحواله أنه ذنب ومعصية وإن كان ظاهره الكفر. نعم.